صباح الهنا والرزق والسعاده والخير دايما يا رب على حضراتكم، ويعني بتتابعونا في كل مكان في العالم. 10 الصبح في الاهلي ومنتصف الاسبوع. معانا النهارده يمكن مواضيع اعتقد تهم حضراتكم جميعا، وبعض الجدل اللي حصل كده اللي هنبدا بيه يعني حلقتنا النهارده. بس خليني في البدايه ارحب بكريم. بونجور. بونجورين عليكي وبونجورين على حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيكم جميعا في بدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كالعاده في الجزء الاول من حلقتنا هنتكلم عن الكثير من الامور المتعلقه بالنادي الاهلي، والبدايه هتكون مع يعني وقفه كده تستحق التامل الحقيقه. بس خلينا نقول لكم مبدئيا النص الثاني من حلقه النهارده ان شاء الله هيكون كالعاده معانا من خلالها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن الفتنس وعن اهميته، وبطبيعه الحال اكيد هنتابع كمان ونشوف مجموعه من التمرينات الرياضيه اللي ممكن اي حد من حضراتكم يعملها في الوقت المناسب ليه في المكان المناسب ليه، مش بالضروره انه يعملها من خلال تواجده في جيم. ده هيكون مع كابتن حسام الفيل مدرب جيم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. وفقرتنا الثانيه فقره ان شاء الله تنال استحسان ورضا حضراتكم، هنتكلم من خلالها عن نوستالجيا الرياضه والذكريات عظيمه مع الكابتن فكري صالح. نبدا بقى. طيب سريعا جدا، احنا يعني مش هنركز قوي على الموضوع بس ما ينفعش ان هو برضو يعدي، في كده حاجات لازم نعمل وقفه عندها. عايزين نتكلم عن حاله الاندهاش حقيقي اللي كانت يعني اصابتنا كلنا بالامس بعد بعض التصريحات اللي احنا سمعناها. خليني بس في البدايه اوضح حاجه، احنا اكيد كلنا اشادنا بالاداره التحكيميه لمباراه القمه، ما عندناش فيها كلام، قلنا يعني حتى لو حصل فيها اخطاء فهي اخطاء بسيطه، احنا كده يعني كسبانين بسكور كويس جدا، ما عندناش اي مشكله. لكن يطلع الحكم طبعا كابتن محمد عادل وهو قيمه وقامه زي ما بيتقال، محدش عنده شك في هذا الامر، واشدنا بادائه واشدنا بالتحكيم المصري والى اخره. لكن لما نيجي نشوف تصريحات من كابتن محمد عادل يعني اعلاميه بيقول فيه ان طلب من مساعدي بعد الهدف الثالث للاهلي احتواء اللعيبه، بس هنا بيتكلم عن لعيبه الزمالك، فحاجه عليها علامه استفهام. طب هو حضرتك بتحتويهم ليه؟ هو قال لان هم اصيبوا بتوتر وممكن كانوا ينفعلوا نتيجه الضغط العصبي. معقوله؟ معقوله يعني هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ يعني معلش برضو هنا احتواء عشان ايه، واحتواء هنا عشان ما ياخدوش كروت او طرد؟ يعني لا لا لا، في حاجة مش مفهومة، في حاجة مش مظبوطة. ففي مليون علامة تعجب يا كابتن بصراحة لو احنا هنتكلم مع حضرتك، مع كل احترام أكيد، لكن ده في الأول وفي الآخر ماتش، احنا مش مؤسسة خدمات اجتماعية أو حضرتك مش دكتور نفساني برضو علشان نتكلم بهذه المعايير. يعني نتكلم هنا ما حصلش طرد مثلا، لو هنتكلم بانسيدنت او بحاله لزيزو مثلا بعد تدخله العنيف الناس كلها شافته مع قفشه، والتغاضي كمان عن تدخلات كتيره جدا عنيفه ثانيه كانت موجوده، عليه علامه استفهام. فالواحد في الاول وفي الاخر يا كريم هو مش ضد ان اي حكم يطلع يتكلم في الاعلام، حضرتك اطلع اتكلم في الاعلام زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انت تتكلم في فنيات، يعني ما ينفعش انك تتكلم في فنيات في الاعلام وتبرر او تقول. يعني بتهيالي انا عمري ما شفت المشهد ده، انا ما اعرفش لو انت شفته قول لنا، بس انا عمري في حياتي ما شفت هذا المشهد. هو بص تعالي نبتدي بان يعني تجدر الاشاره ان احنا بطبيعه الحال في الحاله دي الواقعه دي او في غيرها احنا مش بنتكلم على اشخاص، الاشخاص ليهم مننا كل التحيه والتقدير والاحترام، وطبعا احنا كلامنا كله منصب على موقعهم. فالتصريح ده خلى ان قمه الدوري تتحول الى قمه الاندهاش. ليه؟ لان التصريح كان عجيب حبتين، وطبعا لو ربطنا هذا التصريح بكلام بيتقال من زمان، فكره ان احنا وده دورنا وده واجب علينا بالمناسبه ان احنا لازم يعني ندعم التحكيم المصري ولازم نساعد التحكيم المصري، طبعا ده لازم يحصل. بس انا شايف وبناء على هذا التصريح اعتقد ان يعني التحكيم المصري هو اللي محتاج يساعد نفسه قبل ما يستنى اي مساعده من الاخرين. عشان كده النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيدرس بالفعل اتخاذ الاجراءات المناسبه تجاه هذه التصريحات لحفظ حقوقه، طبعا بعد تصريحات الحكم وتفسيراته لقراراته الخاطئه لبعض الاخطاء اللي ارتكبها لعيب الزمالك في المباراه. وبيتم حاليا دراسه الموقف في النادي الاهلي مع كل الادارات المعنيه، وطبعا العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي. الفكرة في إيه؟ الفكرة أنه النوع ده من الكلام بيدي انطباع للجماهير، وبالمناسبة الكلام مش بس على جماهير النادي الأهلي، ده ممكن يشكك الجماهير في المبدأ ذات نفسه. فكرة الاحتواء ممكن نعملها بشكل ضمني، ولكن من غير ما نكون بنقول كلام بيعني أننا ممكن ما نديش لحد إنذار وهو يستحق هذا الإنذار لمجرد أنه هو متعصب.
او لمجرد ان هو خسران فمضغوط يعني فاهم ازاي؟ يعني ممكن جدا اي لاعب يعتدي بالقول باللفظ او بالفعل على لاعب تاني ونقول ما معناه معلش ان هو اعصابه تعبانه. يعني حاجه تضحك والله العظيم. ده الانطباع يعني اللي بيجي عند الناس شيء غريب جدا بصراحه. لا شيء غريب ومن حقنا ان احنا يعني نتضايق ومن حقنا ان احنا كمان نعترض ومن حقنا ان احنا يعني يبقى عندنا علامات استفهام ومحتاجين توضيح بصراحه. يعني حاجه زي كده هل هي برضو كابتن عادل هل هي هنقول زله لسان ولا هل هي مثلا اتخذت بسوء نيه حركة نيتك حاجه تانية؟ بس في كل الاحوال اعتقد ان هو كان تصريح غير موفق تماما ما كناش حابين ان احنا نسمعه وما سمعناهوش في حياتنا قبل كده سواء في مصر او في الخارج ان حكم بيطلع يتكلم في فنيات او يقول ان هو كان بيحتوي لعيبه الفريق الثاني علشان كانوا مضغوطين. يعني انا ما اعتقدش في تصريح زي ده في حد في الدنيا سمعه. على كل حال هنعدي ده لغايه لما نشوف طبعا موقف النادي الاهلي زي ما كريم كان بيقول لحضراتكم دلوقتي. واعتقد النادي الاهلي دايما بيكون حريص على اخذ حقوقه بالشكل يعني القانوني. فهننتظر ونشوف. لكن في الاول وفي الاخر هنرجع نقول شيء فعلا يعني غريب غريب جدا او يعني يدعو للاندهاش فعلا ان احنا نسمعه من حكم مصري كبير. خلينا نروح لحاجه ثانيه دلوقتي وموضوع اخر وموضوع جميل هنا بقى موضوع كمان ليه علاقه بالانسانيه وهي فكره هنا بقى معرفش حضراتكم سمعتوا عن الموضوع ده ولا لا بس كريم انت اكيد برضو عارف تخصيص عدد للحضور الجماهيري هنا لذوي الاحتياجات الخاصه للمباريات. عايز اقول لحضراتكم والله العظيم ده حتى على المستوى الشخصي بيحصل ناس كتير جدا من الفئه الجميله دي بييجوا ضيوف عندنا هنا او بنقابلهم في الشارع بنقابلهم في النادي هم بيبقوا عايزين بيطلبوا مننا ده احنا عايزين نحضر عايزين يبقى متوفر لنا يعني الامكانيات وغيره في حاجه في منتهى الروعه والانسانيه لان هم حقهم ان هم يستمتعوا كمان بتشجيع فريقهم ويحضروا مباريات وده اعتقد اللي كانت حريصه عليه رابطه الانديه المحترفه قبل كمان هنا بنتكلم عن بدء مسابقه الدوري في حاجه بجد يعني لازم نقول ان هي خطوه حقيقيه محترمه جدا جدا جدا. الموضوع كمان اصبح معمم. امبارح الاتحاد الدولي فيفا اعلن انه هيطرح تذاكر بطوله كاس العرب فيفا 2021 للبيع لذوي الاحتياجات الخاصه من خلال موقعه الرسمي. طبعا يعني الجدير بالذكر ان احنا نقول لحضراتكم ان دي اول بطوله عربيه ستقام تحت مظله الاتحاد الدولي لكره القدم بيشارك فيها 16 منتخب عربي واعتقد ان شاء الله الموضوع هيمتد لكافه البطولات واكيد منها مونديال 2022 ان شاء الله. ان شاء الله. نروح بقى لمنتخب مصر الاول وامبارح ادوا تدريب كان خفيف بمعسكر الفراعنه في استاد برج العرب الاسكندريه ده في اطار طبعا الاستعداد لمواجهتي انجولا والجابون ضمن الجوله الخامسه والسادسه من مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات كاس العالم 2022 زي ما حضراتكم عارفين. المران شهد كمان انضمام احمد حجازي مدافع اتحاد جده السعودي احمد ياسر ريان مهاجم التاي التركي في انتظار طبعا كمان وصول بقيه اللاعبين المحترفين مصطفى محمد النني طبعا بالاضافه للنجم محمد صلاح ومن المقرر البعثه ان هي هتطير بقى لانجولا بكره الاربع تحديدا على متن طائره خاصه لخوض المباراه المرتقبه يوم الجمعه قبل طبعا ان تعود البعثه للقاهره بعد كده مباشره استعدادا لمواجهه الجابون في ختام مشوار التصفيات المؤهله للمونديال يوم 16 نوفمبر تحديدا المقبل. بيأمل اكيد اتحاد الكره موافقه الجهات الامنيه على بقى حضور هنا بنتكلم 30,000 مشجع باستاد برج العرب. كمان عايز اقول لحضراتكم بالمناسبه منتخب مصر بيتصدر هنا منافسات المجموعه السادسه من مشوار المرحله قبل الاخيره من طريق التاهل لنهائيات كاس العالم 2022 بيحتل كمان الصداره برصيد هنا 10 نقاط وبعد كده لو هنتكلم على الترتيب الاخر ليبيا تاني واحد مفروض 6 نقاط وانجولا ثلاثه او الثالث يعني باربع نقاط وبيجي بعد كده الجابون رابعا بثلاث نقاط ده لحد دلوقتي يعني فان شاء الله خير ان شاء الله. طيب وعلى صعيد منفصل اكيد حضراتكم متابعين الكعباله السوداء اللي وقع فيها فريق برشلونه في الفتره الاخيره نتيجه الكثير من التفاصيل ده كل يوم يا كريم بالزبط. ده كل يوم في يعني حاجه ما شافوش خير بقالهم كتير مش شايفين خير. طبعا اكيد كتير من حضراتكم تابع مساله تولي تشافي هرنانديز مهم تدريب نادي برشلونه الاسباني يعني اللي ما مرتش عدة ساعات على توليه مهمته إلا ويجي خبر حزين متعلق بالإصابات بين صفوف النادي والأمر المرة دي مرتبط بإصابة النجم أنسو فاتي. حسب صحيفة موندو ديبروتيفو الإسبانية فإن هذا اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة 4 أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر كان اتعرض لها يوم السبت اللي فات قدام سيلتا فيجو. لم يعلن برشلونة عن الموعد اللي يعني ممكن أن يعود من خلاله اللاعب جاهزا للمشاركة مرة أخرى. بالمناسبة وعمره 19 سنة ولاعب عنده مهارات قوية جدا جدا جدا
وده معناه ان هو مش هيشارك في مباراه فريقه امام المنافس الاقليمي اسبانيول برشلونه يوم 20 نوفمبر ولا امام بنفيكا لشبونه يوم 23 نوفمبر، واكيد الموضوع ده برضه هينعكس بالسلب على ادائهم في هذه المباريات. على كل حال احنا بنامل ان برشلونه يعني بجد يتعافى زي ما يعني طبعا. نصح المصطلح يتعافى فعلا طبعا. ان هو عنده كوارث متتاليه بقى لها فتره طويله جدا، وكل يوم بنقول طب ايه الجديد، طب الاسبوع اللي بعده ايه الجديد، الوضع هيبقى عامل ازاي، هل في تحسن حتى في فكره هنا الازمات الماليه الضخمه اللي بيعاني منها ولا اداريا مثلا، ولا فكره هنا كمان رحيل ميسي هيكون في تعويض مثلا من صفقات مختلفه، طب الوضع الحالي اصلا يسمح لصفقات ام لا، طيب كومان وما وضعه، ناس قالت لا يستمر، ناس قالت لا لا يستمر، لغايه لما وصل الغضب الجماهيري جدا ضده، فالموضوع يعني اصبح برضو محزن. برشلونه نادي عريق جدا وليه جمهور بالملايين في العالم كله. انا واحد من الناس عمري ما تخيلت ان ممكن يجي علينا اليوم اللي نقول ما معناه عن نادي برشلونه ان ربنا ياخد بيده. دي حقيقة. مش لايقه برشلونه يا عالم، يعني شيء عجيب. على كل حال خلينا نروح فاصل سريع جدا، اخبارنا لسه ما خلصتش ونرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية، تعالوا كده على السريع نروح نتعرف سوا على اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، وطبعا مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. النهاردة أخبارنا كلها متعلقة بالألعاب الأخرى، والبداية من لعبة كرة السلة، رجال كرة السلة بيحجزوا مقعد في نصف نهائي بطولة الدوري المرتبط، طبعا ده بعد تخطيهم لعقبة المصرية للاتصالات، يعني أمس كان رجال المصرية للاتصالات انسحبوا من المباراة طبعا بعد تأكد إصابة العديد من أفراد الفرقة بفيروس كورونا، يعني طبعا بنقول لهم ألف سلامة وإن شاء الله يرجعوا الملاعب تاني في أقرب وقت، لكن بالفعل كان حسمها شباب المرتبط بعد فوزهم في مباراة العودة بنتيجة 98-45، وبكده يكون بيتأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة دوري المرتبط. مباراة نصف النهائي هتكون يوم 12 و13 نوفمبر، يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. خليني اقول لجميع مشاهدينا ان رجال كره السله الحقيقه عاملين بطوله كبيره جدا، يعني قدروا يفوزوا بالعلامه الكامله في جميع المباريات، سواء في الدوره المجمعه الاولى اللي كانت بتقام في الاسكندريه او الدوره المجمعه الثانيه اللي كانت بتقام هنا في القاهره، وطبعا في مباراه ربع النهائي. ان شاء الله يكملوا بهذا الاداء ويحسموا البطوله لصالحهم ويحافظوا على اللقب، يعني طبعا زي ما احنا عارفين انه رجال كره السله هم الحاصلين على هذا اللقب الموسم اللي فات، وان شاء الله كمان يحققوا هذا الموسم. خلونا دلوقتي نروح للعبه كره اليد. سيدات كره اليد النهارده عندهم مباراه امام فريق الشمس، المباراه هتكون في تمام السادسه مساء على صاله الشمس ضمن طبعا منافسات بطوله الدوري. خلوني اقول لجميع مشاهدينا انه دي المباراه الختاميه للدور الاول من بطوله الدوري. سيدات كره اليد الحقيقه عاملين دور قوي جدا، يعني قدروا يفوزوا في جميع المباريات بالعلامة الكاملة وكمان بفرق سكور. الحقيقة أنه جميع اللاعبات وأيضا طبعا بقيادة كابتن يحيى يوسف في فترة تركيز كبيرة جدا، هدفهم هو تحقيق ثلاثية هذا الموسم، وعمل طبعا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات. كمان رجال كرة اليد النهاردة بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة واحدة إلا ربع، ده طبعا ضمن الاستعدادات للمباراة القادمة اللي هتكون فريق الجيش. المباراة هتكون الساعة 4 العصر يوم الخميس القادم على ملعب الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان كمان استكمالا للحديث عن التدريبات، فرق تنس الطاولة النهاردة بتواصل تدريباتها، هيكون عندهم تدريب على فترتين، الفترة الصباحية هتكون الساعة 11 والفترة المسائية هتكون الساعة 7 مساء، طبعا ده ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة. يعني هم بالفعل ختموا الدور الأول من بطولة الدوري، قدروا يفوزوا في جميع المباريات بالعلامة الكاملة، والحقيقة في جميع الأشواط يعني حسموا جميع المباريات بنتيجة 3-0 سواء أمام فريق الحوار، أمام فريق أسوان، دمنهور، مساحية القاهرة، وأيضا طنطا. إن شاء الله يكملوا بنفس الأداء وبنتمنى لهم كل التوفيق في الدور المقبل.
أما عن سيدات كرة الطايرة، النهاردة عندهم راحة سلبية من التدريبات، هيستأنفوا تدريباتهم غدا استعدادا للمرحلة المقبلة. يعني كانوا خاضوا سيدات كرة الطايرة مباراتين وديتين أمام وادي دجلة وأيضا أمام الجزيرة، وقدروا يفوزوا في جميع الأشواط بنتيجة 3-0. طبعا ده ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، يعني هو لسه لم يتم تحديد موعد بداية الدوري، لكن سيدات كرة الطايرة بيستعدوا للموسم الجديد. أخيرا بقى خلونا نروح للكاراتيه، وفرق الكاراتيه بيغادروا للأسكندرية، شباب وشابات وناشئين وناشئات استعدادا للمواجهات النهائية من بطولة الدوري. المواجهات هتكون في الأسكندرية على صالة الأولمبي. ولو هنتكلم بالتفصيل، متبقي لشباب الكاراتيه مواجهة الصفوة الشمس وهيهيا، متبقي للشابات مواجهة مركز شباب الأمل سموحة والأولمبي، متبقي للناشئين مواجهة المنتزه، المؤسسة العسكرية والزهور، وأخيرا متبقي للناشئات مواجهة فريق الأولمبي هيهيا الزمالك وسموحة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في الأسبوع القادم في 10 الصبح في الأهلي نكون بنعلن عن إن فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي حققت أعلى المراكز زي ما هم عودونا دايما. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية المتميزة. من موضوع عرض محمد صلاح ده انت عارف برضو لازم كده كل فترة يجي لك بعض الكلام أو التصريحات اللي بتتحدث عن انتقال لاعب ما، تبقى الأسماء التقيلة برضو أو عرض يعني للاعب ما هو بيروح مثلا ليه، أو موقف يعني عارف علامات استفهام. طب هو ليه أصلا بيصدر حاجة زي كده؟ ليه ما بنبقاش منتظرين التصريح من المصدر الرسمي؟ يعني أنا مش عارف كالعادة أي حد حصلت فاكر مع كريستيانو واتضايق جدا وقتها، حصلت مع مين ومع مين؟ يعني بصي الأسماء دي بتبقى دايما قاسم مشترك في أي عنوان جذاب، يعني كتير جدا من الصحف الرياضية سواء في خبر حقيقي نتكلم عنه أو حتى في تكهنات أو في كلام أو في تلميحات يطلع بناء عليها منشط يجذب الانتباه. احنا بنتكلم على محمد صلاح وعلى رونالدو بالظبط. يعني وعايز اقول لك ان اللي صدر او يعني التصريح ده صدر من جريده انجليزيه، ده يعني شروق نقله عن جريده طبعا. انجليزيه. خلاص الفقره الاولى الاخباريه انتهت النهارده مع حضراتكم، هنروح فاصل بعد كده بفكركم تاني هنرجع بقى مع كابتن حسام الفيل مدرب جيم النادي الاهلي، وبعض التدريبات والتمرينات اللي ممكن تكون مفيده جدا لو مارسناها كل يوم وكمان في البيت، ممكن في اوضه النوم اول ما نصحى، مش لازم خالص. تعرف في ناس كتير بتكسل ان هي تمارس رياضه عشان المش أو حتى عشان مشاكل مادية أو ما فيش وقت، ده أول ما تصحى من النوم ممكن قبل ما تنزل من يعني تروح شغلك أو أي مكان تمارس يعني ولو حتى كم صغير من بعض التدريبات، ده ممكن يفرق بشكل كبير جدا. فاكر أيام المدرسة كنا بنقعد نعمل تمرينات الصبح كده، يعني مش عارفة كانت مفيدة ولا لا، ده منظر واحد كان بيعمل تمرينات الصبح. أنت كنت نشيطة طالبة نموذجية وبتعملي تمارين الصبح. أنا كنت في الكشافة وكنت بحيي العالم الصبح والله. وأنا كنت في ثانوي والله، وانا في ثانوي. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل المحاضره. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه دي 10 الصبح في الاهلي، وبنبتدي معاكم دلوقتي اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. فقره مهمه جدا لان احنا هنتكلم من خلالها عن التمارين المناسبه لكل الفئات العمريه، وازاي كمان نتجنب التمارين الخاطئه اللي طبعا بينتج عنها الكثير من الاصابات، الى جانب اسئله كتير اعتقد ان هي هتهم الغالبيه العظمى من حضراتكم. فارجوكم تابعونا وان شاء الله ستجدوا ما يسركم. احنا منورنا في الفقره دي كابتن حسام الفيل مدرب جيم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. صباح الفل عليك. اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ جدا انا بوجودي معاكم ان شاء الله. ربنا يخليك، ده انت نورت الدنيا كلها ان شاء الله. نقدم تمارين كويسه الناس تستفاد منها ان شاء الله. ما هو ده اللي احنا بقى ايه بنتطلع اليه في الفقره دي، بس احنا عايزين نمشي مع الناس واحده واحده. اولا كده طبعا اكيد مفيش اختلاف في اهميه الرياضه واهميه ممارستها لكل الفئات العمريه المختلفه، ولكن ليه اعتبارات كتير، ليه علاقه بالوقت، ليه علاقه بالشغل، ليه علاقه بحتى الامكانيات الماديه. مش كل الناس عندها قدره ان هي تشترك في جيم، او مش كل الناس اعضاء في نوادي رياضيه كبيره. تمام. الناس اللي تنطبق عليهم هذه المواصفات يعملوا ايه عشان ما يبقوش منعزلين وبعيد تماما او البديل ليهم اللي هو مش قادر ينزل الجيم او يمارس رياضه مثلا كده. في يوم بس خلينا قبل ما ابدا اقول الحاجه دي عايز بس اقول الهدف الاول من الرياضه،
يعني دايما انا بقول ان احنا دايما كل الاعمار او كل الناس اللي هي بتمارس اي رياضه بيكون لها هدف واحد، اللي هو اول ما بنعمل بمارس رياضه هو هدفي اللي هو الصحه العامه اهم حاجه. بعد كده بترتب عليها حاجات كتير بقى، اللي انا مثلا عايز بنزل الجيم مثلا او بمارس رياضه عشان هدف معين، عندي مثلا فيه حاجه عايز اخلصها بعد فتره، عندي مثلا في مناسبه عايز احضر لها، الكلام ده كله. فده دايما احنا بنتجمع كلنا في هدف واحد اللي هو الصحه العامه، ده اول حاجه. بعد كده بقى دلوقتي احنا يمكن تقريبا احنا مارسنا الظروف دي قبل كده في فتره كورونا، ناس كتير مننا ما كانتش بتقدر تنزل الجيم او تنزل من البيت بتاعها طبعا. كانت يعتبر معظم الوقت مقضيه في البيت مش بيعمل اي حاجه صحيح. فابتدت كل يبدا يتمرن بحاجات بسيطه عنده في البيت، حتى اللي مش موجوده عنده ادوات بيتمرن بوزن جسمه عادي. نقدر توصل لشكل كويس او تفضل تحافظ على الوزن اللي انت فيه من غير ما تكتسب وزن زياده لو انت قاعد فتره طويله في البيت برضه بقلل الامكانيات اللي موجوده عندك في البيت. خليني اقف عند الجمله دي لان هي جمله برضه تثير الكثير من الاسئله. ممكن اوصل لشكل كويس يعني بين قوسين فورمه حلوه عند يعني الغالبيه العظمى من الناس الفكر بتاع ان الفورمه دي ما بتتحققش غير من خلال مقاومه الاوزان، يعني حديد يعني جيم. هل ده مظبوط ولا مش ضروري؟ هو انا مع حضرتك في ده، بس اهم حاجه يعني هو شخص لسه اول مره يمارس رياضه عايز يعمل شكل كويس، عايز يعمل شكل الجسم كويس، لا ممكن بتمارين في البيت يقدر يعملها ويوصل للشكل اللي هو محتاجه. بس اهم حاجه بجانب التمارين دي دايما بقول عليها هو نظامك الغذائي. انا ممكن اكون بتمرن وبعمل كل حاجه بس الاكل بتاعي مش مناسب للهدف اللي انا ماشي فيه. اوكي تمام. طيب ايه الاساسيات اللي لازم نراعيها واحنا بنعمل اي تمرين عشان ما نتعرضش لاصابه؟ قبل دايما ما ابدا اي تمرين لازم اتاكد من دايما بحط اللي هو السيفتي بتاعي، اللي انا بعرف التمرين ده اساسا هو بيشتغل على انهي عضله والتشريح العضلي بتاع كل ايه كل تمرين. يعني مثلا سي مثلا انا بعمل تمرين للبايسبس مثلا، فمثلا بطلع بدراعي لفوق ببدا اقفل لفوق البايسبس وانا بنزل، دايما بقول محدش يعمل لوك دايما لايه لمفصل يعني دراع ما يبقاش مفروض على الاخر، ما يفردش اللوك، ما يفردش ايده لغايه الاخر. فده كل ده بيسبب بعد كده على المفاصل بتاعتنا طبعا. فدايما اهم حاجه عوامل السلامه دايما في اي تمرين انا بشتغله. تمام. طيب هل لكل سن تمارينه؟ طبعا. يعني مثلا حد مرحله صغيره، مرحله عمريه صغيره مش هيكون التمارين بتاعته زي مثلا حد شخص كبير فوق ال 40 او ال 50 سنه. كل واحد من دول بيكون البرنامج اللي هو الخاص بيه هو. فعشان كده لما حد لسه اول مره بينزل جيم او حد لسه هيمارس رياضه فالافضل يكون متابع مع حد متخصص عشان يقدر يحط له الايه التمارين المناسبه للمستوى بتاعه هو، لان ممكن تمرين مناسب ليا انا مش مناسب لشخص تاني بيكون مثلا عنده اصابه او عنده حاجه فمش هيقدر يعمل التمرين ده، بالعكس وهيخليه ايه يسبب له اصابه اكتر او يزود له الحاجه اللي عنده. طبعا في برضه في بعض البيوت المصريه في اولياء امور بيشتكوا ان هم مخلفين عيل يعني عفريت بالمعنى الحرفي، عنده طاقه لا تنتهي وموظف الطاقه دي غلط نتيجه ان هو ما عندوش حاجه ثانيه يطلع من خلالها الطاقه. الى اي درجه ممارسه الرياضه لطفل بالمواصفات دي ممكن يبقى مفيد ليه واكيد لاهله بطبيعه الحال؟ لا فعلا جدا. يعني انا دايما انا بشجع حتى الاطفال، يعني بحب جدا لما الاقي اسره بتشجع اطفالها سواء الولد او البنت اللي هم يبداوا من سن صغير يمارسوا الرياضه، فده بعد كده هتلاقي لا هو لما بيكبر بيبقى عارف خلاص بيبقى يبتدي يمشي على الحاجه دي كمان. وكنت برضه عايز اقول يعني ملاحظه كمان بالنسبه لل يعني الاكل برضه، انا دايما بشوف يعني في اسر كتير بتسيب الاطفال بتاعتهم لغايه ما توصل لفتره للوزن كبير وبعد كده يبدا ينزله مثلا يلعب رياضه. طب انت عندك مثلا ما تاسسه من الاول وهو لسه صغير طبعا. عشان يبدا واحده واحده يتعلم على الحاجه دي. لا وبعدين لما يبقى طفل عنده 10 11 سنه وعنده كرش قد كده ما هو ده هيمنعه من كتير من مناهج الحياه للسن ده كمان على نفسيته كمان، يعني من ضمن الحاجات اللي هتاثر طبعا. على نفسيته طبعا. في وسط اصحابه وكده. طب يعني الطفل ممكن يروح الجيم لو هنتكلم على الجيم ابتداء من سن كام؟ 11 سنه فعلا. 11 سنه بس برضه هيبقى تحت اشراف اللي هو الكابتن اللي موجود عشان يقدر يوظفه صح، يوظف التمارين اللي هي هتناسبه صح. لان في ناس بتقول لك لا في السن المبكره قوي دي برضه العظم ما يستحملش والكتله لا العضليه لا ما تستوعبش والنوع ده من الكلام. لا 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 خالص. طيب احنا ابتدينا كلامنا بان في تمارين اساسيه ممكن الواحد فينا يعملها في اي وقت مناسب بالنسبه له في اي مكان مريح بالنسبه له. تمام. فبرضه لو في فرصه نتعرف بقى بشكل عملي على التمارين دي تبقى عملت معانا واجب كبير. اكيد طبعا. اتفضل. احنا اولا زي ما اتعودنا قبل ما بنبدا اي تمرين او بنبدا اي حاجه بنعمل حاجه اسمها ورم اب بتاعنا، ده انا بسخن الجسم بتاعي وبهيئ الجوينتس عنده والمفصل والمسلز كمان عشان ما يحصلليش اصابه بعد كده. حلو. فممكن هبدا اول حاجه كده بتسخين بسيط اللي انا بعمل جري في المكان. تمام. بعد كده ازود السرعه شويه بحس ان ابتدى الجسم بتاعي ابتدى يسخن معايا. ممكن لو انا عندي مساحه مثلا كافيه ببدا اجري
سايد والمس الارض. يعني بتشكل في التمرينه دي؟ بشكل بسخن جسمي بس قبل ما ابدا التمرين. حلو. فده كل ده بيساعدني ان انا ما احصليش اي اصابه ولا اي حاجه. بنتكلم في دقيقه دقيقتين، من 5 دقائق اقل حاجه. وكمان دايما يعني بركز عليها في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده، دايما نزود موضوع اللي هو الورم اب شويه عشان ما ايه جسمك يقدر مع درجه حراره الجو. حلو. غير الصيف طبعا. تمام. فبعد احنا ما سخنا التسخين بتاعنا ممكن نبدا ايه التمارين بتاعتنا. هنبدا هنعمل تمارين للفول بادي كله، بس هنبدا دايما ايه بحب ابدا بالايه اللور بادي. تمام. هبدا تمرين مع بعض دلوقتي، تمرين اسمه السومو سكوات، بشغلين عضلات الرجلين اللي هو بيركز على الكوادريسبس والهامسترنج والعضلات الهيب فليكسور والجلوتس. طب لو هل في فرصه بس عشان الاضاءه بتاعتك تبقى واخدها مظبوط، هل في فرصه تعمل اللي هتعمله بس على المات؟ تمام مفيش مشكله، اخلي بس رجلي ورا هنا. هو ده تمام زي الفل. تمام. عشان الناس تشوف الصوره بشكل. تمام. دايما وانا بقف بخلي مشط رجليا لبره. اوكي. وانا بنزل هخلي الركبه بتاعتي في اتجاه الايه مشط رجلي. تمام. وابدا انزل 1 2 واعد مع بعض 10 عدات 1 2 3 4. دايما بلاحظ في التمرين ده ممكن ناس كتير بيحصل لها اخطاء في التمرين ده، اللي انا بطلع بجسمي لقدام. فده بعمل ضغط على الركبه عندي، على مفصل الركبه. كويس انك قلت الاخطاء. فمن ضمن الحاجات برضو الاخطاء اللي بتتم، اللي انا ممكن بنزل بطني ظهري لقدام، فده اعمل حمل برضو على فقرات الظهر بتاعتي. فاهم حاجه لازم اعمل التمرين بالوضع الصح بتاعه لنفسي كده. واصلا التمرين ده يبدو سهل، لكن في حقيقه الامر بينتج عنه نار الله الموقده في المنطقه دي من الجسم. في بلاقي شد هنا عندي في العضلات الداخليه والخارجيه برضو بتاعه الرجل. طبعا. فممكن برضو يعني نفس التمرين ده لو حد واقف قدامي ممكن يساعدني بايديا كده ان انا انزل. أوكي. بنفس الوضعيه دي 1 2. ده اول حاجه. في عندنا تمرين تاني اسمه ريفرس لانجز، بشغلين عضلات الكوادريسبس والعضلات الخلفيه برضو. بخلي رجلي قدام هنا. حلو. برجع بالرجل الثانيه ورا. دايما المسافه بالرجل لو تلاحظ حضرتك انا بنزل رجليا بتكون 90 درجه، وظهري بيكون مفرود وشادد العضلات البطن بتاعي، وظهري مفرود بص قدامي. ولو تلاحظ حضرتك رجليا هنا انا مش موسعها قوي، عشان لو وسعتها قوي ده من ضمن الاخطاء اللي بتحصل في التمرين ده. لا مش هقدر انزل كده، طول ما رجليا مفروده ورا قوي مش هقدر انزل. أوكي. فعشان الوضعيه الصحيحه بتاعته برجع رجلي بس كده، المسافه بتكون قريبه، ببدا انزل وبدي الناحيه الثانيه 1 2 3. الظهر برضو بتاعي مشدود 4 5. طب لو انا عايز اصعب التمرين ده شويه، لو حد متقدم مثلا في التمرين شويه، ممكن هنزل برضو في نفس الوضعيه كده ريفرس لانج، وبطلع بركبتي فوق بعمل ني درايف تاني 1 2 3. تمام كده عملنا تمرينين لعضلات الرجلين. وعدد معين من المجموعات لو ممكن نقدر، لو حد لسه بيبدا في التمرين ده ممكن يبدا من 10 عدات ل 12 عده مجموعه واحده في الثلاث مجاميع، من ثلاث مجاميع لاربع مجاميع. اوكي. في البدايه كده دايما انا يعني دايما مش بحط له رقم معين، عشان كل مستوى مننا بيكون مختلف عن الثاني. ايوه ثلاث اربع مجاميع الواحد لسه هيبتدي، امال الناس هيبقى صعب. عشان كده انا دايما مش بعمل ايه، مش بفوكس على رقم، مثلا مش بقول لك لا لازم تعمل 15 عده او 12 عده، بس المهم ان الحركه تكون مظبوطه. اهم حاجه عندي الحركه تكون مظبوطه، وابدا بالعدد اللي انت تقدر ايه تعمله صح. حلو. هندخل حاجه بقى لايه للابر بودي، اشغل بقى الابر بودي. تمام. هنزل على المات في وضعيه البلانك بوزيشن كده، ظهري لو حضرتك تلاحظ الظهر بتاعي كله مفروض مظبوط. هبدا اعمل تمرين اسمه شولدر تابس، اللي انا بلمس الكتف بتاعي وانا نفس الوضعيه دي. بطلع بدايه كده 1 2. الظهر بتاعي مفروض 3 4 5. طب من ضمن الاخطاء اللي ممكن تحصل في التمرين بيشغل الكتاف، بشغل الكتاف وشدد عضلات البطن كلها والظهر بتاعي والتراي كمان شفنا كل الجسم كله يعتبر في التمرين ده. حلو. التمرين كويس. كنت هتقول بقى ان في ناس بتعمل خطا ما في التمرين لمنطقه الكور، كمان بيساعد معايا كمان منطقه الكور التمرين ده. حلو. فمن ضمن الاخطاء اللي ممكن تتم في التمرين ده، اللي انا وانا بنزل كده بنزل بوسط لتحت. فبعمل ضغط على اللور باك بتاعي طبعا، او بطلع بالهبل فوق. لازم ظهري بيكون مفروض بنفس الحركه دي. أوكي. ومش بروح يمين ولا شمال، وانا ثابت مكاني. لو حضرتك تلاحظ انا بطلع يمين وشمال وجسمي كله مفروض مظبوط.
وبرده نفس الكلام من 3 ل 4 مجموعات في 10 بعمل 3 مجاميع بس، ممكن نبدا ب 10 عدات في الاول عشان وبعد كده ممكن اسبوع ورا اسبوع ممكن نزود العدد بتاعه. هو الواحد مع الوقت بيبقى يعني ايه متاقلم اكتر مع التمرين فبيؤديه باريحيه عشان أكثر. عشان جسمي ما يثبتش انا مثلا لو بعمل التمرين ده مثلا مرتين 3 في الاسبوع بنفس العدات فكل اسبوع لازم اعمل تغيير فيه، مثلا اغير الريبيتيشن بتاعتي، اغير وقت الراحه اللي انا بعملها. ليه لازم اغير؟ هل عشان جسمي ما يحصلوش حاله اللي هو انا خلاص ثبات انا خلاص حفظت الحاجه دي، ما جسمي بيتكيف على اي حاجه. حلو. فعشان ما يفضلش عليه. اخد تمرين كمان للناس اللي هي مش بتقدر تعمل بقى الضغط العادي البشاب بس هعمله عن طريق الركبه. ازاي؟ بخلي ايدي قدام، دايما بقول لهم خلي راسك وايديك على شكل مثلث. تمام. وبعمل رجليا من ورا كروس وببدا انزل بجسمي كله لتحت. 1 هعمل 3 عدات ونقول الاخطاء اللي هتحصل فيه. طب انا دلوقتي انا بعمل ده مبدئيا شكل تاني من شكل من اشكال تمارين الضغط. ده تمرين بيأدي نفس النتيجه وبيشغل نفس العضلات مع اختلاف الوضع. نفس النتيجه بس ده لو حد مبتدئ لسه مش بيقدر يعمل الايه الضغط العادي اللي احنا هنعمله دلوقتي. أوكي. لكن لو حد هو مبتدئ حد متقدم وبيقدر يعمل البوش اب عادي لا ظهري مفروض كده ببدا انزل لتحت واطلع. تمام. بس من ضمن برضو الخطا اللي احنا بنعمله في اول تمرين احنا عملناه اللي احنا بننزل ظهري لو تلاحظ اللي هو لا من ظهري ما بينزلش مستقيم انا بنزل بنص ظهري لا انا عايز انزل كده دايما بخلي الشكل المثلث ده وانزل بجسمي كله من فوق. تمام. وبرضو عايز اقول على ملاحظه بسيطه النفس لان الناس كتير بتكتم النفس بتاعها في مش في تمرين ضغط بس في معظم التمارين فمن ضمن الحاجات اللي هي بتقلل ايه مستوى التمرين بتاعتك وكفاءته كمان. الصح ان انا انظم نفس اهم حاجه في التمرين لازم تنظم النفس بتاعك وباخد احنا النفس عباره عن شهيق وزفير هل الزفير بيبقى مع الدفع دايما انا بقول لهم في لو انت بتعمل بتزق حاجه لقدام ده بطلع فيها النفس. تمام. لو انا بسحب بول اي حركه بسحب فيها برضو بطلع النفس خلاها فدي في حركات البوش بطلع النفس وحركات البول برضو بطلع النفس. تمام. ممكن نعمل كمان تمرين براحتك يا اكسلنس الفقره فقرتك والليله ليلتك شوف انت عايز تعلمنا ايه واحنا معاك. هعمل تمرين بقى سوبرمان بخلي دراعي قدام كده مفروض ورجليا كمان مفروده ببدا اطلع بجسمي الاثنين مع بعض كله 1 2 التمرين ده كويس جدا لعضلات اللور باك اهو ده برضه من التمارين اللي شكلها العام سهل لكن في تنفيذها مش قوي 6 ده بيشغل لنا عضلات الظهر كلها تمرين مفيد جدا لو حد عنده مشكله صعب. في الظهر ده اللي كنت لسه بقوله لك من شويه يبدو سهل لكن برضه من ممكن اسهل التمرين ده لو حد لسه مش بيقدر يعمل نفس التمرين ده ازاي هبدا اطلع رجليا قدام كده هطلع بدايه كده ورجليا الاثنين مع بعض اوكي وبدل الناحيه الثانيه تمام 1 ده اكيد سهل لاي حد يقدر يعمله بس فعلا بيعصر القطنيه ده بيشغل لك عضلات القطنيه لان احنا زي يعني حضرتك عارف ان احنا كتير مننا بسبب القعده وسبب الحركه الغلط بتاعتنا كله يعتبر معظمنا عنده مشاكل في الظهر بتاعتنا والله ابن حلال مصطفى ليه بقى كان معانا الاسبوع اللي فات كان منورنا كده زي حضرتك كابتن محمود فوكس تمام ومن ضمن الحاجات اللي اتكلمت معاه فيها وبالمناسبه برضو لو في فرصه ان احنا ناكد المعلومه للناس اللي بيتفرجوا علينا لاعتبارات كتير في ناس عندها مشاكل في الكتف اللي هو الراوند شولدر الكتف المحني لقدام او الرقبه اللي مطلعه طالعه لقدام او حتى انحناءه في الظهر نفسه تمام نتيجه اعداد غلط نتيجه انت عارف بقى اللابتوب والموبايلات والسواقه حياتنا اليوميه بيكون فيها اعداد كتير غلط بتحصل برضه عايزين نعرف الناس التمارين اللي تساعد على استعدال القوام بتاع العمود الفقري تمام طب ممكن بس قبل ما نبدا في تمارين اللي هي خاصه بالحاجات اللي هي المشاكل القواميه ممكن نعمل لهم تمارين لو الناس بقى عندها اي ناس عندها اوزان عندها اي حاجه بسيطه في البيت ماشي نقدر برضو ايه وبعديها نعمل التمرين بعدها نعمل التمارين الثاني زي الفل احنا اللي موجود معانا دامبلز اي حد اكيد في البيت موجود معاه دامبلز مش موجود معاه ممكن ازازتين ميه يشتغل بيهم عادي هبدا اول تمرين اسمه سبليت سكوات حلو. نفس تمرين السكوات بس هشتغله على رجل واحده اوكي بخلي رجليا كده قدام برجع برضو المسافه كده ببدا انزل رجليا 90 درجه بخلي رجليا جوه سنه ظهري مفروض ابدا انزل 1 2 3 4 هنعمل 5 عدات تمام 5 من ضمن الخطا اللي ممكن يتم في التمرين ده اللي انا بطلع بجسمي لقدام بخلي ركبتي بضغط على الركبه لقدام او بخلي كعب رجلي على الارض برضه هستاذنك يا كابتن بعد اذنك لو تطلع قدام شويه عشان تبقى صوره اوضح للي بيتابعها نعمله تاني مع بعض تمام. رجليها قدام كده
بنزل 90 درجه للركبه بتاعتي اللي قدام، واقف على مشط رجلي الظهر المفروض، ببدا انزل بركبتي بس اهم حاجه ما بخليهاش تلمس الارض. تمام. واطلع تاني 1 2 3 4. فالملاحظات اللي بقولها اللي انا وانا بنزل ما بطلعش بالركبه لقدام عشان ما اضغطش على ايه، على مفصل الركبه، او بكون واقف على كعب رجلي اللي ورا، فكده مش هقدر اتني ركبتي دي، فدايما بقف على مشط رجلي. ده تمرين بيشغلنا الكوادريسبس. اول ما هبدا انزل هحس بهنا بعضلات الاماميه شغاله معايا. طبعا. ندخل حاجه ثانيه، ممكن اعمل سكوات بدمبلز وانا واقف في نفس الوضعيه دي، بخلي مشط رجلي بره سنه وممسك الدمبلز في ايدي وببدا انزل بزق بوستي لورا وانا بنزل في وضعيه السكوات عشان الناس تعملها صح. بنزل 1 2 3 4، عدى كمان 5. كده عملنا تمرينين برضو لايه؟ للرجلين. ممكن ادخل حاجه للابر بادي فوق. بمناسبه ان احنا لسه في دنيا السكوات، لو حد اصلا عنده مشكله خشونه في الركب، النوع ده من الامور هل يفضل انه ما يعملش التمرين ده؟ لا، هو لان بيبقى فيها تحميل كبير ممكن على ممكن يعمله، بس بيعمله مساعده على كرسي. اوكي. يعني ممكن لو كده ممكن واحنا بنقعد على الكرسي بس ما بنزلش ايه؟ يعني بعمل تاتش بس الكرسي. يا دوب المس الكرسي. اللي انا ما بحملش على الركبه بتاعتي بس. تمام، حلو. يعني الافضل اللي هو بيكون بيستخدمه على حاجه، بلاش ينزل بنفس الوضعيه اللي احنا بننزل بيها دي. تمام، حلو. هبدا بقى حاجه للدراع، للناس كلها بتحب شكل الدراع بتاعها. طبعا يا استاذ. هشتغل تمرين للبايسبس، هشغل فيه عضلات البايسبس. حلو. دايما بخلي ايدي جنب كده وانا واقف، لو حضرتك تلاحظ انا بتني الركبه بتاعتي دايما عشان ما اعملش حمل على ايه، اوزع حمل الجسم كله ايه. تمام. على الجسم مش على الركبه بس. ببدا اطلع واحده واحده 2 وبنزل بالراحه دايما. اهم حاجه وما بتنزل برده ما بتفردش ايدك للاخر، ما اعملش لوك تحت. تمام. ودايما بقول لهم يعني وانت بتنزل دايما في النيجاتيف في الحركه السلبيه، اهم حاجه تكون بتنزل بالراحه عشان تستفيد بالتمرين اكتر. أوكي. يعني بلاش اللي انا اشتغل اللي هو السرعه دي. طب. انا ما استفدتش استفاده كامله بنفس التمرين. فدايما بطلع بالتمرين بالراحه 1 2 3. كده عملنا تمرين للبايسبس. احنا ممكن ندخل حاجه للباك بقى وللترايسبس كمان. تمام. هنزل كده، هبدا اتني الركبه بتاعتي سنه بسيطه وانزل بظهري. التمرين ده اسمه ايه؟ تو دامبل رو. وهعمل معاها ايه؟ ده كيك باك. يعني ده سحب لعضله اللاتس للظهر، زي التجديد. وبشغل معاها كمان الترايسبس. الترايسبس بس اهم حاجه، عايز الظهر بتاعي يكون مفروض كده. ببدا اسحب الدمبلز كده في جنبي وافرد دراعي لورا وارجع تاني 2. انا كده بشغل عضلات الظهر بتاعتي وبشغل كمان معاها الترايسبس 2 3 4. عدى كمان 5. طب ممكن الخطا اللي يحصل في التمرين ده لو انا بشتغله، اللي انا بنزل بلاقي مثلا الناس بتنزل بظهرها كده، بحس اللي فيه كيرف في الظهر، فانا مش عايز كده، لازم ظهري بيكون مفرود، او بطلع دراعي بيكون لبره ما بركزش على العضله اللي انا شغال عليها، او بعمل الكوع وانا بعمل ترايسبس بيكون دراعي تحت. لا، انا عايز الوضعيه الصحيحه، نفس ما انا بشتغل كده ظهري مفرود اهو، ببدا اطلع بسحب بجنبي وافرد دراعي لورا وارجع تاني. كده شغلنا الظهر والتراي وبرده الرجلين الى حد كبير، يعني انت برده محمل عليها. طيب احنا فاضل عندنا اقل من دقيقتين، تحب نستغلهم ازاي؟ تحب تقول ايه للناس اللي بيتابعونا؟ انا كان نفسي حتى على القاعد من غير تمرين، تعالى اتفضل بقى. ايه عشان نختم كده معاك بنصايح عامه مهمه من وجهه نظرك لازم الناس كلها تعرفها. دايما يعني نصيحتي دايما لاي حد انا بتكلم على، في ناس كتير بتشتكي من ان هي بيحصل لها ثبات وزن، يعني مثلا بتلعب رياضه بتتمرن بتعمل كل حاجه، بس هي الفكره لا انا وزني ثابت انا ما فيش اي حاجه. أوكي. فبيحصل لها حاله احباط طبعا، اللي هو ما بيقدرش ما بيكملش تمرين او بيقطع خالص عن الجيم. فانا دايما بقول له يعني ركز على حاجات مهمه، انت تاكد ان انت بتبقى ماشي على الكالوريز بتاعتك معينه، يعني مثلا سي مثلا مكتوب لي 1000 كالوريز 1000 و2000 كالوريز في اليوم وانا باخد مثلا 2500، فطبيعي انا جسمي مش هيخس، انا جسمي كده هيزيد. فدايما بقول له اول نقطه اللي انت تاكد من الكالوريز بتاعتك. ثاني نقطه لازم يرجع فيها لطبيب متخصص، لازم يعني متخصص طبعا، متخصص ليه حسبه ليه علاقه بالطول والوزن، لان كل واحد منا مختلف، جسمي مش زي جسم حضرتك مش زي جسم اي حد، كل واحد منا ليه نسبه معينه على حسب طبعًا. يومك على حسب نشاطك اللي انت بتعمله. صحيح. هل انت شخص قاعد على مكتب طول اليوم ولا شخص مثلا بيعمل نشاط متحرك كتير؟ طبعا. ثاني حاجه اللي انا بقول له دايما اشرب ميه كتير،
احنا زي ما حضرتك عارف احنا دلوقتي في فصل الشتاء، كتير بيقول لنا مثلا انا ما بقدرش اشرب ميه وبعدين انا في الشتاء فممكن اشرب كتير في اليوم ازازه صغيره. لا انا بقول لازم تشرب كميه ميه كتير في الشتاء، ده هيساعدك ان انت تنزل وزن، هيساعدك كمان ان انت جسمك يكون دايما ايه ما يكونش يحصل لحاله جفاف. كمان اللي انا بقول لهم ان انت تركز على التمرين، يعني انت ما بتعملش تمرين اوفر، انت ما بتعملش تمرينات كتير جدا غير لما يكون فعلا البرنامج بتاعك اللي محطوط لك مناسب ليك انت، لان ده برضه هيعمل لك من ضمن الحاجات اللي بتعمل ثبات في الوزن. طب الناس اللي بتمارس رياضه بشكل متقطع، يعني لظروف شغلهم او سفرهم الى اخره بتخليهم مثلا ممكن يبقى عندهم مساحه تمرين مره في الاسبوع، هل المره دي زي قلتها ولا احسن من بلاش؟ انا بقول لو حتى ساعه ولا ساعتين في الاسبوع هي احسن لك من ما فيش تمرين نهائي، يعني برضو تؤتي ثمارها بعد كده طبعًا. ممكن تبقى مفيده بالنسبه طبعا لك. ما هي ممكن دي تكون بدايه ليه اللي هو يكمل بعد كده. هو طبعا الواحد مع الممارسه لما بيحس باي تغيير لازم، وانا ده بيحفزه يعني. وانا بشجع، يعني انا بشجع دايما الناس انت لازم تتمرن، يعني انت مستحيل مش هتلاقي ساعه واحده في يومك في ال 24 ساعه مش معظمنا بيقعد على السوشيال ميديا بالساعات كتير صحيح. فانت طبعًا. وفر ساعه واحده لصحتك عشان هي اللي هتشيلك بعد كده. والله يا كابتن حسام في ادانا الزتونه في الجزء الاخير من كلامه فعلا، لان اللي احنا هنعمله دلوقتي هو اللي هنتسند مش عليه. مش هلاقي نفسي كل يوم عند دكتور كذا ودكتور صحيح. كذا صحيح مظبوط كلامك مليون في الميه. احنا انبسطنا جدا بوجود حضرتك معانا، انا اللي سعيد بوجودي معاك واستفدنا كمان، ربنا يخليك وان شاء الله نسعد بقى برؤياك مرات اكيد طبعا باذن الله. اكيد طبعا ان شاء الله. كل الشكر ليك كابتن حسام الفيل مدير جيم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. هنطلع فاصل ونرجع عشان عندنا البوم ذكريات عايزين نفتحه مع حضرتك. فاصل ثم عوده، اتفضل. فكري صالح صنع الأجيال في حراسة عين الفراعنة. في ليلة 17 نوفمبر عام 1989 خرجت الجماهير المصرية بكل طوائفها لشوارع المحروسة في أجمل مشهد كرنفالي شافته مصر من زمن طويل لمناسبة كروية، وده بعد ما أعلن عن تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 90 بعد أكتر من نصف قرن غابت في شمس الفراعنة عن المونديال. الفرحة الكبيرة والإنجاز العظيم ده كان وراه كتيبة كوماندوز من لاعبين وجهاز فني قدروا انهم يحولوا الحلم الحقيقه والواقع المحلي لامر واقع عالمي. ولان كل انجاز معروف لجنود مجهوله، بطلنا النهارده جندي ولكنه معلوم، معروف للجميع بكفاءته الفنيه الكبيره، احد اهم اعضاء الجهاز الفني في كتيبه الجنرال محمود الجهري، وهو مدرب الحراس الامين والمجتهد فكري صالح. المتابع لكل أفراد ملحمة الصعود المونديالي لا يمكن ينسى دور المحارب فكري صالح في تأهيل وتجهيز حراس مرمى منتخب مصر على مدار أكتر من 10 سنين عمل فيهم بكل جهد وإخلاص، وكان لظهور الحارس الدولي أحمد شوبير في مشوار تصفيات واللي بدأ أمام رفاق النجم العالمي جورج وايا منتخب ليبيريا وانتهى مواجهة قائد محارب الصحراء رابح ماجر. هيعرف إن فكري صالح كان وما زال صاحب البصمة العظيمة واللي ظهرت بقوة في مواجهة هولندا وأيرلندا وإنجلترا خلال نهائيات المونديال. فكري صالح درب حراس مرمى العديد من الأندية بعد اعتزاله، وكان أصغر مدرب حراس للمنتخبات الوطنية، عشان كده أطلق عليه لقب شيخ المدربين، وده لمسيرته الطويلة اللي امتدت على مدار أكتر من 30 عام. برز معاه أسماء حراس مصر على درجة كبيرة من الكفاءة الفنية في أجيال متعددة، لغاية ما كانت بداية إنجازاته في مشاركته لنجاح منتخب مصر لتتويج بكأس الأمم الإفريقية في بوركينا فاسو عام 1998. وبرز معاه الحارس نادر السيد وكمان عصام الحضري اللي اتدرب معاه في أكتر من مناسبة. مع الجهري كمان عمل صالح مدرباً لحراس منتخب الأردن في العقد الأول من الألفية الجديدة، وسجل حضور مشرف في نهائيات كأس آسيا بعد غياب طويل. تاريخ فكري صالح التدريبي امتد للعديد من الأندية المصرية منها وادي دجلة، وأصبح واحد من أهم علامات التدريب في مركز حراسة المرمى في الكرة المصرية، غير الدورات التدريبية اللي بيعملها لحراس كتير عشان يستفيدوا من خبراته. هو الجنرال المحارب فكري صالح. دي بقى يعني نوستالجيا، وانا رمز رياضي هو تاريخ بمعنى الكلمه حقيقي بجد، حقق انتصارات كتيره جدا في الملعب كحارس وكمدرب كمان حراس للمنتخب، وطلع زي ما بيتقال كده اجيال واجيال ولسه العطاء مستمر والخبرات موجوده كمان. نورنا الجنرال فكري صالح شيخ مدربين حراس المرمى في مصر، صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال عليكم. انا هقول سر صغير، بسال
الكابتن ريهام بقول لها هو مين النهارده المذيع؟ قالت لي معاك الاثنين. قلت لها يا نهار ابيض يعني معايا قامتين. انا يعني متشرفين بوجود حضرتك. شرف عظيم ليا. شرف لينا نكون مع الكابتن نواف. شرف عظيم ليا نكون مع حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. وشرف عظيم نكون في قناه القلعه الحمراء اللي لها يعني شيء في قلبي يعني ما اقدرش اتكلم عنه ان هو جوه قلب. اكيد بس احنا عايزين بقى اللي جوه القلب نطلعه في الفقره دي. واكيد الحديث مع حضرتك لا يخلو من الذكريات الجميله. وهنستاذنك ان احنا نقف عند اسم مهم وليك معاه ذكريات يعني ما لهاش اول من اخر. عايزين نعرف ايه ابرز واهم الذكريات دي وكمان نتعرف على الجانب الغير معروف عن شخص محمود الجوهري. طبعا كابتن محمود الجوهري ده شخصية فريدة جدا. أستاذ بمعنى يعني أنا بعتبره الأستاذ والأب والقائد والمعلم. لأني أنا حضرت أنا كنت محظوظ جدا إن آخر 15 16 سنة مع كابتن محمود الجوهري. ولكن أنا هقول أنا قدري أنا عند الله إن أنا دايما أنا بقول كلمة يا كابتن كريم بقول إن أنا مصر مش في قلبي. مصر هي قلبي. وكل حياتي بقدرة من عند الله كلها محطات في حب مصر. عظيم. سواء محطة القوات المسلحة طبع. كأحد طبع. أفراد القوات الخاصة. طبعا. ومصاب عمليات واخد أنواط ودي قصة تانية كنا اتكلمنا عنها طبع. في الحلقة مصبوط. اللي كانت مع حضرتك. مصبوط. الجزء الثاني المحطة الثانية إن أنا أول من عين مدرب حراس مرمى رسمي في مصر 1979. أكيد ما كنتوش أنتوا الاثنين اتولدتوا. لا يا فندم أنا كنت مولود وموجود بقالي 1979. لا ما اتولدناش بصراحة. أنا اتولدت أنا نفسي اتولدت 23 سنة وشهرين أول مدرب حراس مرمى لمنتخب مصر الأول. ما شاء الله. عايز أقول لك بس حاجة بسيطة. شوف بقى القدر من عند الله. أنا دربت إكرامي كبير وحش أفريقيا وخد معايا هذا يعني بتوفيق من عند الله خد هذا اللقب وحش أفريقيا. ودربت أحمد ابنه الله يرحمه هو كان جون عظيم. ودربت شريف إكرامي. ودربت أخو إكرامي إحسان الشحات. ودربت ابن احسان الشحات اكرامي احسان الشحات. على راي مدام الكابتن اكرامي كبير كان يقول لي ناقص البنت تتدرب جول يبقى انت العيله كلها. صحيح. ده انا بعتبره قدر من الله ان انت تمر على كل المدربين الموجودين حاليا. كان ليا بصمه ان انا طلعتهم مش اتدرب معايا يوم او يومين. فده بحمد ربنا عليه. محطة من المحطات ان انا منتخب عسكري. قدرت مع المنتخب عسكري سنة 84 وكان المنتخب عسكري ما بيلعبش خالص. بتعين من المشير ابو غزالة المدير الفني. انا طول عمري مدرب حراس. دي حاجات القدرية اللي انا بحكيها. طبعا. بطلع اطلع الاول على افريقيا واروح ايطاليا اطلع الثالث على العالم. محطة من المحطات ان انت بتيجي تدرب نادي الزمالك والنادي الاهلي يطلبك. يعني انا ليا الشرف والفخر ان النادي الاهلي طلبني ثلاث مرات في حياتي. اخر مره انا وافقت. طب ليه اول مرتين لا؟ المرتين لان ما كانش فيه الاحتراف وانا محسوب بيتي طبعا على نادي الزمالك. حتى المره الثانيه اللي جاب لي العرض كابتن احمد شوبير الاعلامي الكبير طبعا. وجالي نادي الزمالك قال لي بص انا جاي وجايب لك عرض. انا كنت اياميها باخد في نادي الزمالك 200 جنيه 200 جنيه في الشهر. هو كان جايب عقد 1200 جنيه. يا خبر. شوفي بقى الفرق قد ايه. طبعا. وقال لي رغم ان انا جاي لك النادي انا عارف انك مش هتوه بس انا قلت اعمل محاوله. فدي المرتين الاولانيين. المره الاولانيه كانت 81. المرة الثالثة بعد ما خلصت مشوار وادي دجلة أنا وكابتن علي أبو جريش كلمني خالد بيبو وابني العزيز أمير عبد الحميد وقالوا لي الكابتن محمود الخطيب يعني هل ممكن تبقى. قلت له شرف عظيم لي إن أكون في النادي الأهلي.
واتفقنا على اساس ان كان في مقابله هما مع الكابتن محمود الخطيب يوم الاحد، لو تفتكر هو عي يوم السبت وراح المانيا وعمل عمليه وكلام. فده قدر من الاقدار بتاعتي. القدر الجميل بقى ان برضو زي ما انا بدات كمدرب حراس مرمى ببدا كمحاضر، فعملت حوالي 33 ورشه عشان ادي خبرات ال 40 سنه عظيم كابتن نهواند للمدربين، اوفر له 40 سنه صحيح على طول. واحد بيبدا 21 سنه بقول له اتفضل، ومش بديله، مش عايز فكر صالح تاني، انا بديله مفاتيح يحط شخصيته عليه. المهم هو بقى ياخد هو بشخصيته وحسب امكانياته يعني، هل هو في نادي درجه ثانيه، في نادي درجه ثالثه، في نادي درجه اولى، عنده حراس ايه، ناشئين كبار، يقدر يحط المفاتيح. ربنا اراد ان انا اطلع اكتر اكبر مؤتمر لحراس مرمى العالم. الله. بعد كاس العالم 2018 كان في روسيا، الاقي دعوه من الاتحاد الدولي في هولندا، بيبقى 105 مدرب من انحاء العالم وثلاثه بس اللي بيحضروا، مدرب اللي الحارس واخد احسن حارس مرمى في العالم واللي لعب المباراه النهائيه كبوزيشن تاني، وبما اني عصام الحضري خدوني انا كمحاضر ثالث، وفعلا دول الثلاث محاضرين اللي حضروا. فعايز اقول كل دي محطات قدريه في حب مصر. المحطه بقى الجميله ان انت طلعت اديت علم المدربين، وطلعت مدربين اديتهم الفرص ان يبقوا محاضرين زي هشام زكريا من اسكندريه، زي ايهاب زغلول، زي حتى صاحب اعلاميين اسماعيل ابراهيم، مصطفى الحضري، اسماء كتيره جدا عشان بس ما اقدر. المحطه بقى الكبيره اللي نقدر نتكلم عليها هو الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، لان ده مدرسه طبعا. ولو عايزين بقى نتكلم هنقعد حلقات وحلقات. لا احكي لنا ايه اللي ما نعرفوش يعني عن كابتن محمود الجوهري، الحاجات اللي مش منتشره في الجانب اللي ما حدش بيتكلم عليه. بالظبط. والله كابتن نهواند هذا الانسان كان كريم جدا وعلى خلق، يعني كان دايما احنا بنقول رسول الله خير خلق الله، دايما بيقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. طبعا كابتن جوهري كان بيعمل بهذا. كابتن جوهري عمل فرح ثلاثه لعيبه من اللعيبه الكبيره جدا، طبعا مش هذكر اسماء، فرحها يعني بالكامل، مش جاب بوكيه ولا هو اللي تكفل يعني. تكفل طب ليه بقى؟ هل كانت ظروف اللعيبه في الوقت ده؟ عمل عمليات، الشاهد على هذا الكلام الدكتور احمد ماجد طبيب المنتخب، كانت اي حاله بتجيله سواء والد لعيب او والده لعيب او اخ يعني حد من اسره اي لعيب او حتى من الشارع الرياضي، كان يحول الحاله للكابتن للدكتور ربنا يديله الصحة يا رب، ويقول له يا دكتور أحمد ماجد الحالة دي عندك من A to Z، سواء عملية سواء دواء. حتى القصة دي هحكي لحضرتك قصة، رحنا الأردن لقيت نفس القصة، لدرجة أنا هحكي لك قصة. أنا وعلاء نبيل، كابتن علاء نبيل، كنا قاعدين في فندق كل واحد واخد سويت، يعني ما رضيناش نقعد في فيلا، والكابتن كان واخد فيلا، فاحنا كل يوم بنمر بالعربية ناخد الكابتن جاري ونطلع على اتحاد الاردن. كابتن جوهري واحنا ماشيين بيقول ها النهارده مين هيعمل خير؟ نقول له خير يا كابتن جوهري، ده لسه بس. يقول النهارده في واحد مصري اتسرقت فلوسه وعايزين نقطع له تذاكر. ماشي. حاجه جميله. هتدفع كام الفكره؟ ازاي يعني هم بيجوا له لغايه سبحان الله، ده ربنا على فكره. ده انا هضحك حضرتك ده. فايه؟ ف مثلا كابتن علاء يقول كذا وانا كذا وهو يقول انا هكمل كذا. تاني يوم ها الراجل ده عايز ياخد شويه هدايا لاهله، ها هندفع ايه؟ فعلاء راح ضارب فرامل قال له يا كابتن ده كده كتير يا كابتن. لا 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 انا بقى مش جاي افتح جمعيه خيري، انا هرجع مصر لان كده وكمل انت بقى وكمل. انا قعدت موت على نفسي من الضحك. لا 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 شخصيه كان. وبعدين كان يا كابتن كريم من عينك يعرف انت زعلان ولا مش زعلان، من عينك يقرا. وبعدين كنت دايما بينام جنبي في منبه عاملين معسكر، بياخد الغرفه اللي جنبي فاجيب له سبوره، عارف السبوره بتاع زمان كابتن اعلقها له في الاوضه وتباشير والمساحه دي،
ويقعد طول الليل يقوم يخبط عليا يقول لي تعال، يقول لي يا اخي انا عايز العب ب 12 لاعب. اقول له يعني ايه 12 لاعب؟ قال لي عندي مشكله في لعيب فعايز امسكه بواحد والعب بال 11. يعني شوف بيوصل للتفكير ايه. ما كانش ينام يعني، كان يقعد ويطلب القهوه وينام 10 دقايق ويقوم يحط على السبورة. ده اي مباراه بنلعبها قبليها بيومين ثلاث ايام القصه دي. كان في مره قال ايه فكري انا عايز ميسي. قلت له ايه؟ قال انا لو عندي ميسي ما فيش مشكله عندي. لان يا عيني احنا مثلا ما رحنا الاردن لقينا الـ الـ حتى الماتشات بتاعتنا القرعه دايما مع الكابتن العظيم الجنرال محمود الجوهري دايما صعبه. يعني دايما ايران عندهم كره قويه، عندهم كره قويه طبعا. يعني ما فيش مثلا فرق ضعيفه معانا. احنا وصلنا كنا نقول للكابتن جوري والنبي يا كابتن قبل القرعه قدم استقالتك وبعد ما تنزل القرعه عشان ربنا يكرمنا في، عشان ربنا يكرمك في القرعه دايما. يعني كنا قرعه افريقيا مثلا 2002 المغرب والجزائر ساحل العاج تقايل كله هتخلص من مين ولا مين؟ بس كنا بنقدم احنا كمان حاجه محترمه على الصعيد الثاني. انت عارفه والله ده كان فتره ذهبيه لينا. يحاسبني والله يا كابتن نواندي عليها الله وقسم كبير لو كابتن جوري موجود دلوقتي باللعيبه اللي موجوده دي. لا 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 لا, لا. وبالامكانيات دي احنا طلعنا بوركينا فاسو ما كانش عندنا ملابس، ملابس بنشحت عشان نلبس ملابس في بطوله بوركينا فاسو. لدرجه ان انا جبت صديق ليا شكري هو اللي لبسنا فينيسيا لا بوما ولا اديداس. يعني بوركينا فاسو البطوله اللي احنا خدناها دي كانت فينيسيا. تحدي لكل الظروف، تحدي في كل حاجه طبعا. وهو كان كده اما يلاقي الفندق مرتاح تقول له انا قلقان ليه يا كابتن؟ يقول لي انا عايز صعب انا عايز أيه الصعب. تركيبة شخصيته كده الانسان المصري هو كده تريحه جدا مش هتاخد منه، لازم تحطه تحت ضغط. وهو يعني اعظم واحد وانا خدت منه حاجات كتير والله يا كابتن. هو كان بيطلع لانه كان وطني جدا. اولا هو احد افراد المؤسسه العسكريه حارب في 73 وطني جدا 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 عمره ما اشتغل عشان الفلوس. وانا طالع له يعني او خدت منه يقول لي يكفي ان انت تدي الفرحه لشعب مصر. لا كانت شخصيه جميله الله يرحمه. حتى تلاقيه يعني في كاس العالم ما كانش يخاطب رئيس ولا كان يخاطب شعب مصر. ما انا كنت لسه عايزه اروح مع حضرتك انا وكريم بقى لذكريات كاس العالم 90. لا ده هي ذكريات والكواليس بتاعتها كمان. بس انا كمان غير المعروفه يعني. عندي ذكريات ليه قلبه تعب. يا ريت. قلبه تعب لدرجه الملك عبد الله والامير علي بن الحسين ربنا يديهم الصحه قالوا له يا كابتن احنا تعبنا لك قلبك. ليه؟ هقول لكم سر ظريف. لما كنا بنلعب بوركينا فاسو او كاس عالم او اي حاجه انتوا مريحين. احنا مريحين ايه؟ ربع ساعه انتوا قاعدين مريحين. الشعب المصري كله كنا 100 مثلا 95 مليون مستنيين. فكنا متعودين على كده. شوف ما بيقولش بقى لا يعني مثلا ضخم. احنا ولا اسمنا ده كابتن العظيم محمود. اما رحنا الاردن فمريح انا وبعدين خبط عليا او رن عليا بالتليفون انت نايم؟ فرحت له قال انت نايم؟ فانا منتظر بقى هيقول احنا في الاردن من 9 مليون. قال احنا عندنا فوق ال 100 مليون. قلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي 9 مليون اردني و90 من 95 مليون مصري هيتفرجوا على المباراه. كنا هنلعب ايران. فشوف الوطنيه بتاعته حتى واحنا في الاردن ومش بيقول كده من قلبه. طبعا 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 والله من طبعا. قلبه طبعا. يعني شخصيه. انا عشان كده حتى سميت مع محمود ابني محمود الجوهري فكر صعب. ده اسد وادي دجله عنده 2009 ما شاء الله. فيعني شخصيه غير طبيعيه. انا طبعا اتعاملت قدري ان انا زي ما قلت 23 سنه اتعاملت مع مدربين كتير جدا. ولكن كابتن محمود الجوهري ده على ركن جانب يليه على طول كابتن حسن شحاته لان انا اتعاملت مع الاثنين.
حلو قوي. طيب نروح لحاجه كده عرفناها، يعني هو كان بيخاف من حاجات معينه، يعني انواع معينه، زواحف معينه. طب احكي لنا بقى، احنا عارفين بس احكي لنا. على قد الضابط وبتاع والكلام ده، فكنا في بوركينا فاسو في السحالي. هو مين ما يخافش من السحالي برضه؟ لو هتلاقي احجام كمان. كابتن سمير عدلي وعلاء نبيل وبتاع، فايه ففي سحليه ماشيه. فالكابتن سمير قال لي ايه ده سحليه؟ فالكابتن قال له ايه سحليه عادي، انت خايف ليه؟ فالمهم الكابتن راح فنط طلعنا خد انا وعلاء نبيل والكابتن علاء شاكر، وقعنا على نفسنا من الارض طبعاً. لا نطت عليه بس، وقعدنا في الشباشب كلنا ربع ساعه. قال لك بص لو ما طلعتوش دي ماش هتقول، ولازم اشوف الجثه عشان لازم اتاكد ان طبعا. قعدنا لغايه ما طلعنا. لا بس هو خوفه طبيعي يعني، ما كان اكيد كانت كبيره برضه صح. لا هي منظرها كمان مش سحليه زي بتوعنا. مش عارفه بتبقى عامله ازاي كابتن، تمساح صغير بعد كابتن هوان، بتبقى عامله زي التمساح صغير. طبعا. وبعدين بتعمل ضغط يعني زي ما الكابتن كان بيعمل ضغط. ومبروك طبعا، انا شفت حضرتك وانت بتكسبيه يعني. يعني انا شرست بالريست كابتن فيل. فالكابتن دي من الحاجات اللي احنا دايما نتذكرها حتى لغايه دلوقتي. طب احنا برضو عايزين نقف مع حضرتك عند سواء بقى يوم بعينه، مباراه بعينها، وقع بعينها، هحكي لك سواء بقى عشان الناس تتعلم. انا هحكي عشان اللي يسمعني كمدرب او كانسان يتعلم. يا ريت. فمش هيبقى بسرد اي قصه. اول يوم رحنا بوركينا فاسو، زي ما انت عارف مفيش ملابس، مفيش فلوس. يعني انا بقول اسرار، كان في فلوس كان هيبقى في ملابس. لا مفيش حتى بوكت ماني، يعني المفروض اي بعثه بتسافر معاها البوكت ماني. لا حتى بعد كده البطوله الافريقيه كان المدير المالي بتاع الاتحاد بيسافر بشيكات بكل حاجه، يعني بطولات بعد كده. انما ايامينا كان كابتن سمير عدلي، وهو سامعني وعارف، كان هو اللي بيبقى واخد سلفه بيدفع منها البوكت ماني. كانش فيه اي حاجه. كانت ازمه يعني وقتها في فتره ما، ازمه كان حد ضد الكابتن جوهر. فالكابتن عمارة قال انا مش في ايدي. كان الجنزوري، السيد رئيس الجنزوري، رئيس الوزراء، فكان قافل يعني. كان له موقف من الكابتن محمود جوهر. اوكي. بس ده يعني ده مش موقف شخصي كده، ده موقف مع على يعني مصر مع مصر. حاجه غريبه قوي. ماشي. المهم يعني فاما وصلنا هناك رحنا لقينا مقابر، يعني بوركينا فاسو دي، وطبعا كان الشعب المصري كله طلع الجرايد قالوا ان الكابتن جوهر قال ان احنا 13 على افريقيا، يعني احنا رايحين مش هنعمل حاجه، لدرجه ان اتحاد الكوره استلم المخزن بتاعنا، يعني الناس دي رايحه مش راجعه. فاول يوم رحنا وصلنا المغربيه لقينا مقابر، عارف المقابر؟ دي اللي هنقعد فيها. ما رضيناش ننزل من الباص، لا احنا كجهاز ولا اللعيبه ولا هو. يا سمير يا عدلي احنا ما حدش هينزل من الباص، روح شوف فنادق بره. ويا كابتن ما احنا ما عندناش فلوس. لازم نستوضح الحته دي. يعني ايه كانت الاقامه في مقابر؟ مقابر بمعنى ان هم عاملين مباني جديدة. بس بالنسبة لينا هي عاملة بيسميناها فيلل، انما هي زي المدافع تراب الغفير يعني. ايوه. وفي منطقة جبلية وفي منطقة كلها صخر، يعني شكلها مقابر فعلا. وفي صبارات يعني. تعرف الصبارات اللي هي على انا هحكي لحضرتك عشان الناس تتعلم كابتن جوري كان بيعمل ايه. قعدنا ساعة ونص في العربية، فبدأنا احنا قال محدش ينزل. فكابتن فتحي مبروك قال له يا كابتن انزل يعني اروح تواليت؟ قال له لا محدش هينزل لما يجي سمير. فعلا كان متعصب جدا. جه كابتن سمير قال له لا ولا فندق فاضي وما عندناش، لأن احنا كنا في منطقة يعني بوركينا فاسو. كل الظروف ضدكم. ضدنا. عمل ايه بقى؟ قال لك كل الناس تنزل. فنزلنا. قال لك انتوا عارفين ظروف، انا البيت ده او المقبره دي كل خمس لعيبه فيها هيدفنوا فيه. لا قال لك ايه بقى؟
انا هديكم ساعه توضبوها، والفيلا اللي هتبقى احسن فيلا حدي لكل واحد 200 دولار. طبعا الكلام ده اياميها 96 او 98 بتقول في مبلغ كبير طبعا بالنسبه للعيبه، وفي نفس الوقت انه عمليه حماس طبعا. فكل اللعيبه خدت شنطها وبدات توضب، واللي يجيب وراحوا جابوا الاثار بتاعه الصبارات اللي من بره. الاوضه اللي كسبت كان هاني رمزي، كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي فيه. هو اللي كسبت الاوضه بتاعته، وكان معاه يعني مجموعه كسبوا خدوا 500 دولار كل واحد، 200 دولار يعني حوالي 1000 دولار. الحته دي هي اللي جابت لنا البطوله. قال لك حب المكان، شوف القصه. وراح عامل اجتماع بعديها، تعشينا، رحنا عشان نتعشى مشينا 4 كيلو مشي، ورجعنا راح عامل محاضره قال لك النهارده المحاضره حب المكان. الجدعانه بتاعتك كانسان مصري انت رغم الظروف دي هتحب المكان ده وهتنتج فيه، وكل الشعب المصري هينتظرك. انا بقول اهو اللي قاله حصل، كل الشعب المصري هينتظر يعني هيستناكم في المطار. احنا رجعنا خدنا رحله من المطار لغايه دار الدفاع في 9 ساعات من الجمهور. فاللي قاله حصل، فكان عظيم في يعني شوف خد من الشيء الصعب جدا وراح باني قصة تانية خالص، وخلى الناس كلها توضب، وخلى المدربين، ما هو المدربين احنا بقى خدنا مقبرتين فبقينا بنتوضب. مصمم حضرتك ان هي مقبرة لهذه الدرجة كانت بشعة يعني. ده الجو، هقول لحضرتك حاجة، انت بتغسلي مثلا فانيلا تنشريها، قبل ما تغسلي الشورت تروحي تلاقي الفانيلا نشرت. ما بتستنيش وقت يا كابتن نهاوات. جو غير طبيعي. لا طب بقى مسألك بقى عن الموضوع ده ونقارن، يعني في بعض برضو التبريرات اللي مش بتكلم عن يعني عن منتخب او عن فرقه معينه او عن نادي معين، بتكلم في العموم. دلوقتي يجي يقول لك مثلا الاداء ما كانش جيد علشان الطقس وحش، عشان الظروف مش متاحه او مش مناسبه قوي للعيبه. انا بتكلم ان جنرال، هل حضرتك بقى بتشوف ان الكلام ده دلع دلوقتي مع اللي كنتوا بتقابلوه، ولا ده مبرر برضه؟ احنا عمرنا ما كان في طياره خاصه، احنا كنا اي رحله عشان نروحها بنعمل كونكشن وبتاعه، بنسافر 20 ساعه و30 ساعه، ما بيأثرش على الاداء يعني. في المطار بالست ساعات واللعيبه يبقى منظرهم زي الشحاتين ونايمين على الارض. والله انا بحكي واقع، النجوم دي اللي انت شايفاها. وهذا اللي اتحقق ما كانش قليل. شوفي بقى انت دلوقتي طياره خاصه وطياره مش عارف ايه و... لا 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 لا، والملابس وكل شيء انت بتتخيليه. لا فمش مبرر يعني. لا مش مبرر. وهو بيبقى قائد، القائد اصل القائد لما يدور على مبرر عمره ما هينجح. كابتن جوري كان دايما، انا اتعلمت منه حاجه، كان يقول ايه بقى؟ الشطره تغزل برجل حمار. طبعا طبعا. انا بسمع المثل ده بس مش مره يعني. نزلنا اقل قدر من الامكانيات تقدري تنتجي حاجه مفيده. في مره نزلنا الشنط ما جاتش بتاعه الادوات، يعني وصلنا اظن كان الجابوت، الشنط اللي هي فيها الادوات والقوة ما جاتش. ما جاتش. هتيجي بقى في طياره تانية يعني 24 ساعه. طب رايحين نتمرن. صحيح. طب مساعدات عمليه عملها في الغابه بتاعه الفندق، الشجر نفسه اكني ادوات. ما هنا بقى الشطره يوظف المتاح تغزل برجله. طب وظف الشجر نفسه. صحيح. يعني حتى لما عمل التمرين المدربين قالوا الله هنعمل ايه؟ لا في ادوات ولا في قوه. فقلنا طب نشوف. شفنا وتعلمنا اكيد انه نزل وجمعنا كلنا ده. وقال له علاء، كابتن علاء، دكتور علاء شاكر ربنا يديه، قال لي انت شايف الشجر ده؟ قال له دي ادواتك، عايز تفرجني على تمرين وانت المبدع. فعلا اتعمل احلى من الادوات. انا خدت جواني وشغلتهم على الشجر وجامبينج والحاجات دي، يعني انت فهمت قصدي ايه؟ هي الشطره تنزل برجلك. هي ايه القصه؟ واحده يا عيني عايزه تعمل ده ليها يعني ليها حدث. حقيقة. اوكي بس رجل حمار دي هي عشان تغزل بيبقى الخيط معاها. كويس. لازم تربط الخيط في حاجه عشان تبتدي تغزل، فمش لاقي حاجه هيروح يجيب لها حد العمود عشان تغزل. فما لقيت الحمار واقف راحت حط القماشه او الخيط في طرف رجليها وقعدت تغزل.
يا سلام والله انا مبسوطه بالمعلومه دي والله. شاطره تغزل برجلك. على كل حال يا كابتن احنا معانا لسه ملفات كتير ونوستالجيا كتيره وعايزين نعرف بقى برضو ذكرياتك مع كابتن الله يرحمه ثابت البطل مع كابتن احمد شوبير الاعلامي الكبير يعني وغيرهم وغيرهم بس هنطلع فاصل سريع للاذان ونرجع نكمل بقى انا وكريم مع حضرتك ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه وما رجعناش وايدينا فاضيه لان هواندا عندها خبر لطيف هينال استحسان حضراتكم جدا. ده خبر لسه جاي لنا دلوقتي خليني اقول لحضراتكم برضو تلقى الاتحاد المصري لكره القدم موافقه من الجهات الامنيه هنا بنتكلم على حضور 5000 مشجع لمباراه مصر والجابون فاعتقد ده خبر وش حضرتك حلو بقى والله وش حضرتك حلو. ده خبر طازه اهو يعني الكوره بدون جمهور صح. ايوه دي نقطه طبعا. دي نقطه مهمه جدا يعني الحمد لله نتكلم في 5000 ده رقم لا ما هي سنه تبقى 20 وتبقى 30 وتبقى تفتح عادي ان شاء الله. حلو جدا احنا عندنا كذا حاجه بس خلينا سريعا نروح للنقطه اللي انا وكريم كنا بنسال حضرتك فيها قبل الفاصل وهي الذكريات بقى مع حراس المرمى التقال يعني والاسامي اللي شرفت مصر في كتير من المحافل الدوليه زي ما كنت بقول لحضرتك كابتن ثابت البطل الله يرحمه احمد شوبير وغيرهم طبعا الاسماء العظيمه موجوده. هو برده عشان اولادي اللي بيسمعوني واخواتي اني عشان تاخد من الحارس اللي معاك او العملاق لازم يحبك طب وعشان يحبك لازم تبقى بتعرف تتعامل معاه نفسيا ازاي يعني وانا بتعامل مع وحش افريقيا اكرامي تبقى له معامله خاصه اما اجي اتعامل مع الاعلامي الكبير او الكابتن احمد شوبير له معامله خاصه مختلفه اما اجي اتكلم مع نادر السيد له معاملة مختلفة خالص. طب ما تعرفنا كده بإيجاز المعاملة عصام الحضري معاملة مختلفة خالص 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 يعني بتعامل كل واحد يعني على شخصيته يعني مثلا نادر السيد مثلا واحنا بتعامل دايما بالقرآن معاه من ناحية الدينية طبعا مثلا بنلعب بوركينا فاسو هنلاعب ساحل العاج دي أقوى فرقة ومش ممكن نكسبها فالخطة عند الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه إن احنا نتعادل فجيت انا قبل الماتش بيومين قلت له تعالى يا نادر قال لي قلت له انا شفت رؤيه حلوه قوي دخلت له الدخله دي بس قلت له ان احنا تعادلنا الاربعه تايم يعني تايمين والاكسترا تايم ولعبنا ضربه جزاء لقيت وش نادر نور اتغير ما هو انت عارف ضربات جزاء يعني هو يتحمل المسؤوليه قلت له والجون الاولاني الكره الاولانيه دخلت والثاني دخلت والثالث دخلت والرابع طلعته بصبعك اوكي بصبعك ده هل تتخيل ان السيناريو ده حصل بحذافيره يعني الناس اللي هي بتسمعني دلوقتي لو جابت المباراه هتلاقي نادر السيد طلع الكوره الرابعه بالصابع ده وصدقت النبوءه هي مش رؤيه هي يعني ايه صابع ان هو عمل اتاك زبو ده كلمه يفهمها كل المدربين يعني قابل الكوره من قدام اوكي فهي دوبك الصابع دي اللي طلعتها وهي دي اللي خلتنا نلعب نهائي وهي دي طب افرض ما كانش حصل لان انا ما بقراش انا عيشته الجو ده الناحيه الدينيه ان ده هيحصل طب يوميها كسبنا وما حصلش اقول له يا عم كان كابوس اعترفت له طيب ولا لا يا كابتن بعد كده انها مش رؤيه خليته لغايه ما هو سمعها في حلقه طيب وتركيبه حد زي كابتن شوبير مثلا كابتن شوبير كان عندي التحدي زي اللي موجود عند عصام التحدي والاصرار والعزيمه والالتزام انا مره بلعب مباراه كاس عالم هنا على ارضي المغرب ورجلي قبليها ب 48 ساعه ورمى قد كده قلت له مش هقدر العب قال يا كابتن انا وقعد طول الليل يعالج في رجله وواخد الدكتور علاء شاكر انا سميته الساحر بعديها الورم اللي قد كده تاني يوم ما لقيتوش واشترطت عليهم الاثنين الماتش الجمعه الخميس هتنزل الملعب اعمل لك اختبار كامل فعلا عملت اختبار كامل وما شاء الله عليه جاهز الاصابه دي استحاله في 24 ساعه تخف هنا بقى التحدي بتاع طبعا اكرامي الكبير وحش افريقيا طبعا كان عمل عمليه كارديج فمستواه قليل عايز ازوده كنت باخده من غير ما حد يعرف بموافقه المدير الفني للمنتخب اخده نادي المقاولين ب 50 كوره تخيلي كابتن نواد 50 كوره كنت اخلي العمال في نادي المقاولين يحضروا له عسل بميه عشان بعد ما يخلص ال 50 كوره طبعا نزل معايا يمكن 10 كيلو في اسبوعين وبقى وخد معايا في افريقيا وحش افريقيا هو كان طبعا لا كان قصه تانية خالص أكيد. كان مفيش اي انفراد وحش افريقيا ده استحاله
فيعني عشان ما ننساش بقى حد، في ايمن طاهر وفي طارق عبد العليم وفي شريف، يعني كل الاجيال الجديده كمان، والاجيال يعني الجديده بسام وعلي لطفي وابو جبل ومحمد عواد. يعني انا مثلا كان قدري ان انا لعبت محمد عواد اول مباراه منتخب شباب، وصل احمد الشناوي، محمد الشناوي، احمد الشناوي ده ربنا اداله كل حاجه، اداله العلامه الكامله، ولكن للاسف هو ما استفادش من العلامه الكامله. دايما انا يعني لاني لو اتكلمت على حته الحراس دي عايز عايزين ثلاث حلقات بس. احنا كمان في محطه وهي تعتبر يعني من اواخر المحطات او اخر محطه حضرتك شغال عليها حاليا او شغال فيها بقالك فتره، وعارفين انها كمان ليها خصوصيه شديده جدا عند حضرتك. والله انا حكيت لحضرتك ان انا بعد ما خلصت مشواري مع وادي دجله انا، وكان توفيق من الله ان انا قدرت اوصل عصام الحضر انه يخش منتخب تاني ويلعب حتى نهائي افريقيا، يعني كل افريقيا، ويلعب كاس عالم. مشيت انا والكابتن علي ابو جريشه فكهه الكره المصريه من وادي دجله، طبعا مؤسسه عظيمه. طب عرض عليا النادي الاهلي زي ما قلت لك ابني امير عبد الحميد ومعاه خالد بيبو، وكنت وافقت وشرف عظيم ليا، ولكن ربنا ما اردش. فكلمني الاستاذ احمد سمير سليمان، كان بيعمل منتخب الاول للميني فوتبول، كان عندنا بطوله العرب ميني فوتبول. الميني فوتبول دي عباره عن ملعب 30 في 50، ده اتحاد دولي لوحده غير اتحاد الفيفا، وليها بطولاتها المستقله ولها الكره بتاعتها المستقله 4.5، لها مسابقاتها سواء افريقيه او عالميه او كاس عالم، و دي كلها مواهب وحريفه. ده انت بتتفرج على مباراه تستمتع. طبعا رحنا نيجيريا لعبنا 7 مباريات كسبناهم الحمد لله، وخدنا كاس افريقيا ودخلنا كاس العالم في تركيا 22. رحنا اوكرانيا لعبنا بقى لاول مره بنات 23 سنه مفيش فرقه قبل كده راحت كاس عالم في الميني فوتبول، راحت انيسات 23 سنه وشباب، خدنا الرابع للاثنين، الرابع على العالم. الله حلو ده جدا. ولولا حقيقي مش بتكلم بقى، لولا وخاصه ان انا من مدرسه الكابتن جوه، لولا الحكام والتميز العنصري، لان كان في كان لان كنت انا المفروض العب النهائي مع امريكا فخلوا صاحبه الارض يعني فكان لان كان جمهور غير طبيعي هناك، يعني الملعب بياخد 20,000، ال 20,000 وبره في 10,000. فطبعا اي حاجه هم كمان كره القدم النسائيه اوريدي ليها شعبيه كبيره. لا لا في اوروبا تاني، خلي بالك ان احنا دخلنا متاخر اللعبه دي موجوده من 28 سنه في 128 دوله، بس احنا السنه دي يعني دخلنا متاخر لان اتحاد الكوره ما كانش عايز حد يشاركه في هو يقول لك انا عندي الصالات وبتاع، يجي حد ياخد تاني ليه؟ فكان دايما بحارب. لولا الدكتور اشرف صبحي الرجل الوطني هو اللي وافق واعتمد دي. احنا بنطلع الحكام بتاعتنا والاداري والمدرب، كان عندنا دوره دوليه كان في محاضرين من تونس وحاضرين من لبنان انا معاهم عشان نخرج حكم اللي كانت في بورسعيد واداري ومدرب في نفس الوقت. البطوله هتبدا الجديده 21-22 هتبدا يوم الخميس ان شاء الله، قناه النيل هتذيع المباراه الافتتاح، وبعديه السيدات بعديها ب10 ايام الدوري بتاعهم، ثم عاملين دوري البراعم والناشئين. جميل. يعني عايز اقول لك ان يعني منظومه متكامله فعلا، واللي ورا دي كلها واحد بيحب مصر، واحد زي كابتن محمود الجار. هذا الانسان ساب شغله كرجل اعمال في تونس، ساب شغله وساب ماله وساب حاله وجه حط نفسه في هذا المشروع عشان يقدر، مش عايز اقول لك صرف مثلا فوق ال 8 مليون جنيه، ومش عايز اقول لك ما بينامش يمكن في اليوم 3 ساعات، لاني عايز هذه المنظومه تقبلها. وهو النهارده بقى رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد العربي. جميل. فان شاء الله اتمنى ان هذه المحطه، لان دي هتخدم، احنا شايفين الحوادث الغريبه اللي بتحصل الايام دي طبعا، سواء في دي يعني مخدرات، طب انت تبعده ازاي عن القدر؟ هل تتخيل ان حضرتك وانا في نيجيريا الفرقه اللي انا مشاركها مش من اي نادي، مراكز الشباب، اول مره في حياته يركب طياره، اول مره في حياته تعمل له باسبور،
بنات اول مره تسافر، يعني كانت يمكن الناس ما سافرتش من طنطا مثلا، لا بتلاقي نفسها راحه اوكرانيا يعني. انت فهمت قصدي؟ طبعا. فالنهارده اللعبه دي هتخلي الشعب المصري كله او الشباب، لان انت عندك درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعة، وعندك بنات وعندك براعم وناشئين، فانت يعني هو الراجل بيتمنى ان خلال سنه يبقى على الاقل في 1.5 مليون او 2 مليون مشترك في هذه اللعبه. النهارده احنا اتحاد الكوره عنده 16 فريق، يعني 16 فرقه بالنسبه للبنات، احنا عندنا في اول تجمع 28. فاتمنى من الله ان ربنا يحفظه لينا، لاني انا اشفقت عليه وقلت له انت لا ارجع تاني تونس، لان هناك كان بيه ان شاء الله يعني تكرر المجهودات دي والمصاريف دي كلها بالنجاح، وبنتمنى حضراتكم اكيد كل التوفيق. كابتن فكري انت مش هينفع يعني معانا حلقه فقره في حلقه، لازم يوم من اوله، مش احنا عشان البوم الذكريات مليان ما شاء يعني الله. هيبقى في فاصل وهنرجع تاني؟ لا احنا هنروح بقى للاسف للاسف، بس هنرجع تاني ان شاء الله نلتقي في حضرتك في حلقه، عايزين حلقه لاني في ذكريات طبعا ناس هتتعلم منها حاجات كتير. اكيد احنا قاعدين بنسمع حضرتك والله، موضوع نادر السيد ده مش قصه، ده انت تفهم ازاي بتتعامل نفسك. بالظبط. عصام الحضري، طب ازاي قدرت اوصل مع عصام الحضري اللي احنا كلنا عارفينه كشخصيه، ازاي يقدر بعد السن الكبير ده يعمل يستمر الكلام ده؟ ايه اللغه اللي كنت بخاطبه بيها دي؟ انا مش هقول بقى، انا هنبتدي بيها بقى اللقاء اللي هنبدا بيه ان شاء الله المره الجايه. تنورنا تاني يا كابتن فكري ان شاء الله. الله يرحمه كان شيء عظيم جدا، كنت بتعامل معاه ازاي؟ دي برضو الحاجات اللي احنا ان شاء الله نقولها في الحلقه باذن الرحمن. شرف عظيم ليا. لا ده شرف عظيم لينا احنا والله بجد. شرف عظيم ليا، ربنا يخليك. العفو. نورتنا يا كابتن، نورتنا جدا، وزي ما اتفقنا احنا هنعملها كل فتره باذن الله كده، تبقى سلسله نوستالجيا بقى، تبقى جميله ان احنا نسمع من حضرتك كانك عشت اللحظات دي، مش حد مثلا بيتكلم من بره. شكرا لحضرتك والله، ميرسي كتير لذوقك، ونشوفكم على خير باذن الرحمن. احنا بكره ان شاء الله بقى حلقه نهايه الاسبوع بالنسبه لنا، وان شاء الله يتجدد اللقاء ونشوفكم من خلالها على كل خير باذن الله. شكرا للمتابعه ونشوفكم على خير.